باجي هنا مطروح مع اصحابي في الاجازه كل سنه. بحب مطروح جدا عن اي بلد تانية، يعني بصراحه البحر بتاعها تحفه. انا دلوقتي في كليوباترا، بحبها طبعا بسبب الممشى الزجاجي اللي موجود فيها والمناظر الطبيعيه. الاجواء هنا تحفه بصراحه. بروح برضو عجيبه جميله جدا، في اماكن كتير في مطروح عجباني مطروح كلها بصراحه. رحت جميع الشواطئ هنا، شاطئ الغرام، رحت الابيض في العوام، جيت هنا شاطئ كليوباترا جميل جدا، المياه بتاعتها نظيفه جدا 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 بصراحه، وما كنتش افكر ان مرسى مطروح هتبقى بالجمال دي. الاماكن هنا كلها حلوه، رحت عجيبه حلوه قوي، كليوباترا، رحت الابيض حلو، ورحت النخيل الف غرناطه، رحت اماكن كتير قوي. الاماكن كلها بصراحه حلوه، ومطروح حلوه، وناسها كلها حلوين. صراحه اول مره اجي مرسى مطروح السنه دي، بس صراحه البحر حلو قوي، حرفيا مالديف مصر. ورحت شاطئ الابيض، هو حلو جدا، الموج فيه مش عالي، يعني هو عادي، بنعرف نعوم مش بنتسحب، وما فيهوش خطوره، فحلو قوي للاطفال، والرمله بتاعته نظيفه وحلوه، والبحر كلير، ولونه فعلا الوانه حلوه جدا. تم الاستعداد بتجهيز 80 غطاس داخل المحافظه، تم الاستعداد على رفع كفاءه الشواطئ من حمامات ودورات مياه ونظافه ما الى اخره. الحمد لله زي ما حضرتك شايف هواجه مشرفه لمحافظه مطروح في كل حاجه. طبعا كان اول هدف لينا هو حسن معامله المصطفين، اللي احنا نعملهم معامله حسنه بالنسبه لاصحاب الرخص. 24 ساعه مستمرين معاهم زي ما حضرتك شايفه دلوقتي، مثلا الساعه 7:30 احنا مستمرين معاهم. لو في اي شكاوى مقدمه بيبقى في رقم موجود لديوان عام محافظه مطروح لاستقبال الشكاوى. اتنين حبايب الروح شبكوني بحبكم، احبتنا اتنين سوا.